المرمى، حمدي النجاز رقم 2، 23 الياس الشتي، رقم 30 عبد القادر بدران، 4 محمد امين توغاي، 15 فوسي نيكوليبالي، 25 قائد فريق غيلان الشعلالي، 5 محمد علي بن رمضان، 7 علاء المرزوقي، 10 حمدو الهوني، 27 محمد علي بن حموده. احتياطي الترجي معز بن شريفيه كحارس مرمى احتياطي، معاه محمد امين المسكيني، محمد امين بن حميده، طه ياسين الخنيسي، جون سيدريكو، عبد الرؤوف بن غيث، وعبد الرحمن مزيان، إضافة إلى فادي بن شوق مدرب الترجي هو معين الشعباني ويساعده مجدي التراوي. ممتازة العملية، محاولة التوغل لكن دفاع الترجي يقظ، عملية الخروج بالكرة ودفاع الاتحاد الذي منستير يحاول صد العملية، خطيرة على دفاع الاتحاد، كرة لصالح الترجي الذي التونسي، ترجع في مرة أولى من الحارس من علاء المرزوقي، ترجع من بشير بن سعيد، محمد علي بن حمودة أساسي مكان طه ياسين الخنيسي، هذا مدرب الاتحاد الرياضي المنستيري لسعد الشابي وتنفيذ المخالفة أمام الكرة محمد علي بن رمضان، هذا اللاعب اللي عاد إلى التشكيلة الترجي، كذلك عودة غيلان الشعلالي إلى فريق الترجي الرياضي التونسي، ومحمد علي بن رمضان في تنفيذ الكرة الثابتة بعد مخالفة حصل عليها الترجي الرياضي التونسي، الترجي اللي قام ببعض الانتدابات هذا الموسم على غرار علاء الدين المرزوقي اللي كما قلت أضاع فرصة منذ بداية المقابلة، كذلك نسيم بن خليفة اللي أصيب في مباراة الجولة الأولى أمام مستقبل سليمان، حمدي النجاز، عودة غيلان الشعلالي وعلي ومحمد علي بن رمضان، وبتبيع الحارس فاروق بن مصطفى، تتنفذ المخالفة والحارس يخرج كرة إلى الركنية، الحارس مرة أخرى يتألق بشير بن سعيد، مخالفة مباشرة من محمد علي بن رمضان والحارس يتصدى، كرة كانت قوية مؤطرة من محمد علي بن رمضان، إذا الركنية الثانية للترجي على يمين الحارس بشير بن سعيد، ننتظر تنفيذ الركنية، تترفع الكرة على مستوى القائم الأول، ترجع من دفاع الاتحاد الرياضي المنستيري، لكن يفقد من هذا الجانب ومن ذاك، تأكد أنه ثم حرص وثم دخول فوري في صميم الموضوع، ولكن نسق اللعب مقارنة بالدقائق الأولى انخفض شيئا ما، ذو جملة صلاح الترجي، توغل داخل المنطقة ودفاع الاتحاد يتصدى، مازال اختار على دفاع الاتحاد الذي منستيري، وحكيم تقا في المتابعة، حكيم تقا يحط الكرة في التماس، صلاح الترجي الرياضي التونسي تمشي في اتجاه حمدو الهوني، الهوني خرج كرة ممتازة لمحمد علي بن حمودة على اليسار، يحاول يعمل له تمريرة على كل، ربما كنا ننتظر في التوزيع لكنه وهجوم لصلاح الترجي، هجوم لصلاح الترجي، والمحمد الصغراوي والتسديد، والبشير بن سعيد في مرة أولى، كرة يبدو أنها تجاوزت الخط لكن الحكم يعطي أسبقية اللعب، ما زال هجوم لصلاح الترجي، وتدخل من الهادي خلفه يبعد الخطر على مناطق فريقه، شافيو في حوار مع عبد القادر بدران، ينتهي بمخالفة لصلاح الترجي، الإعادة للعملية الأخيرة لهجوم الترجي، بشير بن سعيد يتصدى، والكرة حمدو الهوني يتصدى لها طبعا دفاع الاتحاد الترجي اللي يبحث عن فوزه الأول في هذا الموسم، ربما باش يأكد يا أحبائه أنه تعادل الجولة الأولى كان عثرة عابرة، الركنية لصالح الترجي الرياضي التونسي، محمد علي بن رمضان ينفذ الركنية خطيرة كالعادة، والكرة يرجعها الحارس بن سعيد، والكرة في اتجاه محمد علي بن رمضان، محمد علي بن رمضان يمهد للنجاز، حمدي النجاز محاولة التوغل وتصطدم الكرة بالدفاع، والحكم يشير إلى ضربة جزاء، هاي الإعادة للعملية الأخيرة بين حمدي النجاز وعلي العمري، وضربة جزاء لصالح الترجي الرياضي التونسي، إعادة للعملية طبعا ضربة جزاء، ثم محمد علي بن رمضان هو بشي تولى التنفيذ في توقيت 44 دقيقة لعب في هذا الشوط الأول، ضربة جزاء لصالح الترجي الرياضي التونسي، محمد علي بن رمضان في حوار مع الحارس البشير بن سعيد، الحكم وليد الجريدي يتجه نحو البشير بن سعيد، ثم باش يعطي الإشارة للتنفيذ، يتقدم محمد علي بن رمضان
رويدا رويدا يتقدم وبشير بن سعيد يتصدى. يتصدى بن سعيد وضيع فرصة افتتاح النتيجة. يتصدى حارس الاتحاد الرياضي المنستيري البشير بن سعيد ويحافظ طبعا على خلو شباكه من الاهداف. هاي الاعادة يتقدم رويدا رويدا محمد علي بن رمضان والبشير بن سعيد يختار نفس الزاوية يتصدى. أصبح قائد الفريق الآن في التشكيلة إلياس الجلاسي بعد خروج زياد بشموم. ننتظر تنفيذ المخالفة. الحكم يطلب المسافة القانونية. وليد الجريدي مرة أخرى يعود ينبه على الدفاع أو الجدار الدفاعي للترجي الرياضي قبل تنفيذ هذه الكرة الثابتة. وليس جلاسي على مستوى التنفيذ. ليس جلاسي يرفع الكرة وتمشي الكرة بجانبية تتعدى الكرة ثم ركنية المسها دفاع الترجي وركنية لصالح الاتحاد الرياضي المنستيري. قد تكون آخر عملية في الشوط الأول. شوفوا الإعادة والكرة لمسها الدفاع وتعدت جانبية. إذن ركنية ثانية بعد المخالفة يعني كرة ثابتة ثانية كانت مخالفة ثم ركنية. نفس اللعب الياس الجلاسي في التنفيذ. كرة على يسار الحارس فاروق بن مصطفى. الياس الجلاسي خذا إشارة القيادة من زياد بشموم يرفع الكرة والرأسية الأولى والدفاع يتدخل في مرة أولى. ما زالت الكرة لصالح الاتحاد الرياضي المنستيري. الياس الجلاسي يعود التوزيع لا يعمل المراوغة والكرة تضرب في لعب الترجي وتبقى لصالح الاتحاد الرياضي المنستيري. ثم على ما يبدو لي مخالفة وعملية الدفع على الياس الجلاسي. بالفعل المخالفة قريبة من نقطة ضربة الزاوية. الهجوم يبقى الضغط للاتحاد الرياضي المنستيري. أدركنا يعني نهاية الوقت البديل تقريبا دقيقة بعد الوقت البديل والكرة الأخيرة في هذا الشوط الأول. الياس الجلاسي مرة أخرى يرفع الكرة ترجع من دفاع الترجي ثم حسام بقاء يعود التوزيع. جدار كامل تشاهدوا على الصورة بالنسبة لدفاع الاتحاد الرياضي المنستيري ومحمد علي بن رمضان أمام هذه الكرة. أضاع ضربة جزاء مع نهاية الشوط الأول والآن أمام كرة ثابتة خطيرة للترجي الرياضي التونسي. محمد علي بن رمضان يسدد والكرة تصطدم بالدفاع وتبقى لصالح الترجي. توزيع لكن كرة سهلة أرضية تجيب ركنية. الهوني يعمل التوزيع والكرة لا ما ياخذهاش اللاعب علي الدين المرزوقي. ما يخوش الكرة حب اتجاه عبد الرحمن مزيان. عبد الرحمن مزيان عبد الرحمن مزيان يتوغل ودفاع الاتحاد الرياضي المنستيري في مرة أولى وثم ضربة المخالفة. إن شاء الله شفاء عاجلا لقائد الاتحاد الرياضي المنستيري. الإعادة تمريرة كانت ممتازة من الياس الجلاسي ولكن توقيت أبطال إفريقيا والكرة لصالح الاتحاد الرياضي المنستيري في مناطق الدفاعية. يعود يخذها غيلان الشعلالي ويرجع الهجوم للترجي والكرة حمدو الهوني يعمل المراوغة ممتازة. تسديد الهدف الأول لصالح الترجي الرياضي التونسي. الهدف الأول عن طريق حمدو الهوني مرة أخرى. يعني إمكانيات فنية كبيرة جدا لهذا اللاعب. يعمل المراوغة ويختار التسديد وإغالة الحارس البشير بن سعيد ويفتتح النتيجة في طبعا هذا التوقيت من المباراة 72 دقيقة. شوفوا العملية الإعادة والتسديدة ومغالطة الحارس بشير بن سعيد بعد طبعا حركة فنية ممتازة من هذا اللاعب الليبي اللي طبعا يعتبر واحد من مباراة القمة قطب الجولة الثانية في المنستير بين الاتحاد الرياضي المنستيري وضيفه الترجي الرياضي التونسي. حمدو الهوني من جديد. حمدو الهوني تسديدته جانبية تمشي ضربة 6 أمتار لصالح يا خو كورتو محمد الصغراوي في اتجاه شكون لكن ترجع من فوسيني كوليبالي إلى محمد أمين توغاي في اتجاه حمدي النجاز. حمدي النجاز والكرة تمشي في التماس لفايت الاتحاد الرياضي المنستيري. المعتصم صبوة في هذه الآونة بالضبط. يعلن الحكم وليد الجريدي عن نهاية المباراة بفوز الترجي الرياضي التونسي بهدف مقابل صفر. هدف حمدو الهوني في دقيقة 72.